فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا كشفت قدميها في الصلاة فهل تبطل صلاتها بذلك؟ نعم، إذا بدأ شيء من جسمها غير الوجه، إذا لم يكن عندها أجانب فإنها لا تصح صلاتها، إلا إذا كانت ما درت ما علمت بذلك تصح صلاة. أما إذا علمت وتركته فقد صلت وهي كاشفة العورة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يحضرها رجال أجانب منها. والكفين فيهن خلاف، والصحيح والمذهب أنهن عورة أيضا تسترها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.